اهلا وسهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل تشيز كيك مخبوز سهل جدا، مكوناته بسيطه، هما 3 مكونات بس للطبقه اللي فوق. تعالوا بينا نشوف ازاي هنعملها، وعشان تعرفي المقادير بالظبط هتلاقيها في اخر الفيديو. وطبعا نشغل الفرن الاول على 350 درجه فهرنهايت او 180 درجه مئويه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحط ورقه زبده في صينيه مقاسها 9 بوصة أو 23 سنتي. بعد كده هنجيب البسكوت والزبدة السايحة، هنقلبهم كويس مع بعض لغاية لما الزبدة تتجانس كويس مع البسكوت، وبعد كده نحطها في الصينية ونفردها كويس في الصينية بحيث تكون متساوية في الصينية كلها بالسباتشلا زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنجيب كوباية القاع بتاعها متساوي ونضغط كويس عشان البسكوت يكون متماسك مع بعض كويس. هنجيب ورقة فويل هنلف البسكوت هنلف الصينية بيها كويس عشان لما نحطها في حمام مية مفيش أي ما تخش جوه. وبعد كده هنجيب ورقة زبدة مستطيلة شريط ونحطه في الجوانب. هنا الجبنة بتاعتنا طرية بحرارة الغرفة، هنحط معها السكر وهنقلب كويس لحد ما يتجانسوا مع بعض. وبعد كده هنضيف البيض بيضة بيضة زي ما احنا شايفين. الجبنة لو الجو عندك برد والجبنة ما كانتش لينة ممكن نحطها في الميكرويف شوية مش كتير بحيث تلين، مش عايزينها تسخن بس تلين. بعد كده نزلنا اي جبنة زيادة من جوانب البولة. بعد كده حطينا الفانيليا وهنضربها تاني مع بعض لحد ما تتجانس كويس. هنجيب الصينية بتاعتنا اللي فيها البسكوت وهنحط عليها خليط التشيز، وبعد كده هنجيب مية. احنا حاطين الصينية اللي هنساوي فيها جوه صينية تانية، وهنجيب مية عادية من الحنفية، وبعد كده هنحطها في الفرن تقريبا من ساعة ل10 دقايق لساعة على حسب الفرن بتاعك. هي اخدت معايا هنا ساعة تقريبا. بعد كده بنشيل الجوانب بتاعتها، ودي خطوة مهمة جدا لان التشيز كيك حجمها بيقل، فلما بتقل وهي في الصينية بتشقق لانها بتبقى لازقة في الجوانب. انت لو مش حاطة ورقة الزبدة بالسباشلة زي ديت او بطرف السكينة بنسلكها من الصينية. وبعد كده بنشيل الجانب الصينية ونشيل ورقة الزبدة بشويش جدا ونسيبها تبرد تماما قبل ما ندخلها التلاجة. وبعد كده نسيبها في التلاجة لحد تاني يوم الأفضل بحيث تبقى كويسة. هنا بعد ما طلعت من التلاجة تاني يوم هنطلعها من الصينية وتقدميها، ممكن تقدميها مع صوص شوكولاتة أو صوص كراميل أو كريم شانتيه وفاكهة، أي حاجة تحبيها. وعشان لو حابة تعرفي إن لو التشيز كيك بقت استوت زيادة بتشقق معاكي، ده لو يعني لو تشيز كيك شققت ده معناها ان هي مستوية زيادة عن اللزوم، فالمرة الجاية تقللي المدة شوية. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.